متل جاي اسماعيل اسماعيل قدم حلوة التمريرة إلى نوفل سرهون عرضية خطرة جول ليتقدم الرجاء لتحلق النسور الخضراء. شوف التمريرة من اسماعيل يا سلام والعرضية من السرهوني والنهاية السعيدة من حسين رحيمي. الله على كرة لم هدف الأول في المباراة. 1-0 للحسين لشقيقي. اتصل إلى الأمام التقدم لعيب الوصول التمرير الله خطيرة فرصة جول. الله على اللعبات الله على التمريرات. هذه لازم تكمل في المرمى لأن كرات الرجاء جميلة لأن نقلات الرجاء راقية. الرجاء يتقدم بثانية الأهداف ضربتين على رأس الكويت مولبا ضربتين في شباكهم قاسية لكن العمل من بولكسوت العمل لبولكسوت والنهاية لأزريدا والزيادة من الرجاء الزيادة في شباك كميل والنسور تحلق في أبها تحلق في أبها حلة تحلق نسور الرجاء عاليا ترفرف.